Empower Lebanon هي NGO أمريكية خلقت بعد انفجار بيروت، هدفها تحسين الحياة اليومية للبنانيين ودعمهم من خلال مبادرات مختلفة. هو مركز سعادة وأمل. It's a place إذا بدك where dreams come true. هو أكثر من 650 عائلة. Meeting place of Lebanese heroes. هذا هو Made by Nature. هو مونة لبنان، تصنيع لبنان، تصنيع العائلات، الشباب، العالم اللي مأمن بأرضه واللي ما بدها تفل من بلده ومن ضيعتها. هو مطرح بشغل لبنانية، مطرح بيبعت انديركتوم اللبنانية لوين ما كان بالعالم، مطرح ما إذا أنت عندك برودكت وبدك شوية تعديل وستاندردز كمان فيك تلاقي. هذا المطرح إذا بدك يعني هو مطرح للأحلام. Empower Lebanon هدفها تحسين الحياة اليومية للبنانيين ودعمهم من خلال مبادرات مختلفة، منها ترميم منازل تضررت من جراء انفجار بور بيروت، اثنين دعم مركز يحشوش للدفاع المدني من خلال تجهيزهم بالمعدات، توزيع حصص غذائية لأكثر من 3000 عائلة لبنانية على امتداد الوطن، حملات توعية لأهمية الفرز من المصدر وتسليم حاويات بضيعة أهمج، دعم دار الأولاد للأيتام بالمنصورية، دعم سوق الميلاد بال 2021 يلي صار هون بموقع Made by Nature لبس البهجة، الأمل والرجاء بعد الأزمات يلي تراكمت على الشعب اللبناني، تشجيع المراهقين على الاهتمام بالطبيعة وتسقيفهم على أهميتها من خلال مبادرة هايك لبنان بمختلف المناطق اللبنانية. دعم Made by Nature من خلال مبادرة تهدف لتسويق وتصريف المنتوجات اللبنانية الأصيلة لتمكين المنتجين اللبنانيين بكافة المناطق الريفية. نحن ب Made by Nature كثير بنشكر Empower Lebanon لأنه من خلال المساعدة اللي اعطيتونا إياها قدرنا نحن نساعد كل هالمنتجين. قطع عنا لحد هلا أكثر من 20 عارض عرضوا أغراضهم. تنخبر اللي عم يحضروا أكيد أنه بسبب Empower Lebanon نحن كنا عم نعطي هالسبيس فور فري، كل شيء هن كانوا عم بيبيعوه لمدة جمعة كانوا عم بيروح رايعوا دغري لإلهم من دون ولا كوميشن، وهيدا بساعدهم. واحد أكيد كمان كنا نعمل فيديوز عنهم، نحط عنهم بوستات على السوشيال ميديا للناس وين ما كان بالعالم بلبنان تعرف عن إنتاجهم. فكل حدا معقول يحضر هيدا الفيديو في ساعد كيف بيحكي مع Empower Lebanon، أكيد بيدعم واحدة من المبادرات وهن كيف دعمونا بيقدروا يدعمونا مرة ثانية إذا بدكم أو يدعموا غيرنا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بلبنان، بهالبلد الحلو، هالبلد القوي، هالبلد الصامت، هالبلد اللي بيتحدى كل الأزمات وبيضل واقف. اليوم باسم تعاونية قطايب الريف وشبكة من التعاونيات النسائية بكل لبنان منقلكم مرحبا لكل اللبنانيين اللي موجودين هون واللي منتشرين بكل العالم. اليوم الأكل اللبناني هو مفتاح كيف هالمونة اللبنانية، هالثقافة، ثقافة الغذاء اللي كاسحة العالم كلها، هي صنع دياتنا نحنا، هي بتطلع من هالبلد الحلو، هي اللي بتعكس إذا بدكم التنوع اللبناني اللي هو نقطة قوتنا. بحب لكم أهلا وسهلا فيكم بكل المبادرات إن كان من برا أو من جوا اللي كلنا سوا مع بعض عم نعملها لنقدر نكفي بأنه يكون بلدنا بلد قوي، بلدنا منارة، بلدنا الحلو، بلدنا هالقد اللي هو مثل يحتذى فيه بكل العالم. من لبنان منقلكم المبادرة اللي عم تنعمل حالياً من Empower Lebanon Made by Nature مع قطايب الريف هي شغلة كتير مهمة لأن بتفرجيكم قديش التشبيك حلو بهالبلد الحلو، قديش لما نكون كلنا مع بعض
قادرين ننهض، قادرين نخلق نهضة، قادرين نخلي كل العالم توقف وتقول هالبلد أكيد ما بيموت، ما بيموت ولا بيسقط. فأهلا وسهلا فيكم، شكرا للكل. هالبلد بيستحق تكونوا معه. عطول قولوا شو بدنا نعطي هالبلد، لأن البلد ليكو شو عطينا، أجمل بلد بالعالم. فيلا كلنا سوا، ما عم نحكي شعر، ما عم نحكي هيك نوستالجيا، عم نحكي واقع بإيدينا. كلنا سوا قادرين ننهض مثل العادة ونخلق هالشغلة المحورية اللي بتخلي اللبناني ولبنان مميز بكل الدنيا. شكرا لكم، وسوا مكملين مكملين مكملين. نحن تاتاش، نحن مؤسسة لبنانية جديدة، مقرنا هو بالقبيات اللي هي بلدي بعيدة عن المدينة. نحن مجموعة من الشابات والسيدات اللي بنشتغل هاند ميد باكس، نعمل كروشيه، صوف، تطريز، شك خرز وبنتور على القماش. وهدفنا نرجع نعيش الحرفة اللبنانية ونزيد الدخل على العائلة من خلال الشابات ومن خلال السيدات اللي عم يشتغلوا معنا. أكيد بدنا نقول thank you ل Made by Nature يلي بيعملنا معرض مرة بالشهر هون بهيدا الهاب. هيدا المعرض بيخلينا نحنا كلنا نكون مع بعض ك small businesses، نشبك بين بعض وكلنا نوقف حد بعض كرمال نقطع هيدي المرحلة يلي نحنا فيه. Empower Lebanon هي NGO مصنفة 501c3 بأمريكا. كل التبرعات هي tax deductible. وكمان بدي ركز على شغلة انه الـ overhead تبع الـ organization تبعنا هي شبه zero، يعني ما في تكلفة، ما في مصروف. كل التبرعات اللي بتجي بتجي كلها على لبنان من دون اي overhead. كل المصاريف تبع الاوفرهيد مغطية separately، مش من التبرعات اللي بتجي لهدف المساعدة. إذا عم تحضرونا وعم تحضروا هذا الفيديو، هيدي الطريقة كمان لتدعموا لبنان. فوتوا على empowerlebanon.org ودعمون. Thank you.